يعني دي أول عنوان كنت عايز أتكلم فيه، من هو المسيح الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة، والذي البعض يقول أنه كان من الممكن أن يجرب من الخطية لكنه قاومها فلم يسقط. الحقيقة دي عبارة بتخدع الكثيرين، هي ما بتقولش أنه غلط، ما دي المشكلة، هي بتقولش أنه غلط لكن بتقولك أنه كان بيشعر بالصراع ضد الخطية. قرأت لأحد يعني اللي يؤكد الموضوع ده أنه كان في جهاد يومي ضد الخطية. الحقيقة ده كلام طبعا احنا هنيجي يعني، وعنده طبيعة البراءة، ومثل ما ذكرت أنه الله نور، الله نور، لا ظلمة فيه البتة، يعني it's impossible، تمام، استحالة تمام أنه الظلمة تقترب من النور، مثل تمام ما تكلم بولس الرسول لتيموثاوس، يعني ساكن في نور لا يدنى منه، لا يدنى منه، أو مزمور 104 بيتكلم عن اللابس النور، اللابس النور يعني كثوب، فاستحالة أن النور يعني الظلمة تقترب. هو بالواقع الظلمة هي غياب النور، بالضبط، طالما النور موجود ما فيش ظلمة. تمام.